نعمل أول وصفة من تايلاند اللي هي كاسترد جوز الهند. ومقادير الكاسترد: 250 مللتر حليب جوز الهند، 1 معلقة صغيرة مية زهر، 240 جرام سكر، نص معلقة صغيرة ملح، وثلاث بيضات هنكون نخفقهم. أول حاجة هنعملها هنحط السكر والبيض وماء الزهر ونخلطهم مع بعض. بعد كده هنضيف عليهم حليب جوز الهند والملح وهنحط الخليط في القالب اللي نختاره، أي شكل مش هيفرق. هندخله فرن بدرجة حرارة 150، وهيقعد في الفرن حوالي نص ساعة، ويفضل طبعا لو عملنا معاه حمام مائي. وده بيكون شكل الكاسترد لما بيطلع من الفرن. بنحط عليه جوز هند متحمص